لماذا ظلم الرب الخالق ادم ابونا الله ظلم ادم الاول وطردوا مع حواء من جانب شجره الحياه الى الابد بينما كان يمكن ان يعيش ولا يموت ولا يعبر في مدخل الموت ايه رايكم في السؤال ده ربنا مظلوم وهيفضل مظلوم واحنا اللي بنظلمه لكن يا صاحب السؤال أنا أقول لك مش أنت بس اللي ظلمت ربنا ده إبراهيم أبو الآباء ظلم ربنا وقال له أديان الأرض كلها لا يصنع عدلا فربنا مش هيحاسبك لأنك بتتكلم لأنك تريد أن تفهم أريد أن أفهمك الأمر الله خلق الإنسان حر لأن نسمة من الله، وبما إن الله حر لابد أن يكون الإنسان حر. طيب ماشي، ما دام في حرية يبقى يختار الطريق اللي تعجبه، ما تجيبش إنسان حر وتديله طريق واحد وتقول له أديك حر، لا يا تمشي في الخير يا في الشر في حاجة ما يفهمهاش صاحب السؤال ويمكن البعض فيكم ما يفهمهاش لو آدم لم يخطئ كان هيعيش كم سنة ده سؤال حد فيكم يقدر يجاوبني لو آدم لم يخطئ كان هيعيش كم سنة تقول لي إلى الأبد أقول لك لا آدم ما خدش حياة أبدية آدم خد حياة زمنية يعني أقول لك حياة آدم مرتبطة بالزمان وبالمكان يعني تقول لي الزمان له بداية وله نهاية والمكان الأرض لها بداية وله نهاية فلما أجي أقول لك الزمان عمره قد إيه تقول لي خمسة مليون سنة أقول لك آدم هيعيش خمسة مليون سنة وبعد كده يموت ينتهي لأن حياته زمنية والأرض هتعيش كم سنة تقول لي عشرة مليون يبقى هيعيش عشرة مليون سنة ولما تباد الأرض يباد آدم وأولاده لكن الإنسان ما قدرش يكمل ألف سنة من الحياة الزمنية وكان أكتر واحد متشالح عاش تسعمية تسعة وثلاثين سنة تسعمية تسعة وستين سنة كان فاضل على الألف واحد وثلاثين سنة فلما جه المسيح يسوع في سن الثلاثين ونزل نهر الأردن واتعمد وطلع اتجرب من إبليس في نفس السنة سنة الثلاثين ورجع دخل المعبد في الناصرة ودفع إليه السفر أشعية وقال روح السيد الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين وأعمل 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 وأكرز بسنة الرب المقبولة هو كان سنه كام؟ تلاتين وسنة الرب المقبولة إيه؟ واحد وثلاثين ضيف الواحد وثلاثين لأكتر إنسان عايش تسعمية تسعة وستين يبقى دخل فين؟ في الألف والألف اللي هي الحياة الأبدية مش الزمنية يعني غلطة آدم يا صاحب السؤال نائلتك من الحياة الزمنية للحياة الأبدية وقبل ما يوقع العقوبة على آدم وحواء قدم الخلاص العقوبة الأول اتوقعت على مين؟ على الحية ملعونة أنت من جميع حيوانات البرية على بطنك تسعين وترابا تأكلين، وبعدين أضع عداوة بينك وبين المرأة، وبين نسلك ونسلها هو يسحق رأسك، يبقى دبر الخلاص قبل ما يوقع العقوبة على آدم وحواء، وجاي تقول لي ظلم آدم طب وآدم عمل إيه مع ربنا؟ كدّب ربنا، قال له أنت كذاب والشيطان صادق، إيه رأيك؟ لأن ربنا قال له لما تاكل موتا تموت، والشيطان قال له لو كلت هتبقى زي الله، مين الصادق ومين الكذاب؟ تصرفات آدم وحواء تقول مين الصادق ومين الكذاب؟ لو رفض يأكل من الشجرة يبقى كدّب إبليس وصدق الله، لو كل من الشجرة جعل الله كاذبا وجاي في الاخر تقول ربنا ظلم ادم ده اللي ظلم ادم ادم ظلم الله وانت يا صاحب السؤال ظلمت الله وانا اللي بجاوبك على السؤال ظلمت الله وهو ظلم وتذلل ولم يفتح فاه بلاش تكون شديد على ربنا بالصوره دي